القرآن. ما صار ما. فالذي يقرأ علينا آيات من آيات القرآن ترى يوسف الإمام من الصف الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. الله أكبر. وريم يا فاهم الله يكون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الله أكبر. قيما لينذر شديدا من لدنه ويبشر البلد الذي منها
لجميع الفنون والفنون. هو المعروف بمحمود اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم حياك الله. أذلك صحيح نصر الدين المباشر الكريم. أنا مفهوم حياك الله. أذلك شيخنا الأديب الشاعر الجليل أستاذنا إسحاق الجلي. على بد بأن أشكر شيخنا بعد مع ما كان أنه غير موجود في آل إنجلسا جسما، بل إنه كان معنا روحا وهو عميدنا في هذه الكلية المباركة. الشيخ فوزي هادي فاساسي. أدام الله عمره. وكذلك أدو شيخنا محمد أيها الذي نحل في الجسم بين أنه فصيح في العلم الكريم الجليل سافر محمد الجامع الإيمان. أدام الله كذلك الشيخ المحدث أستاذنا أجانا. أدام الله حياته. كذلك شيخنا بضيفه. أدام الله حياته. كذلك شيخنا الجليل فتي هذه الكلية المباركة. أدام الله حياته. الذي لا يخفى مقامه بجليلنا في هذه الكلية أستاذنا إبراهيم. أدام الله حياته. لا مجال لي لأن أكثر جميع الأوافير لأن قراءهم عن الأوافير ما يستثنى منهم. أدار الله أمور جميعهم. فالقبلة التي تجري عليه أقلام الكتباء في هذه الكلية هو الموضوع حرمة العلماء. والموضوع هو حرمة العلماء. وهذه شيخنا شيخ زكريا. أدام الله وأدام 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 وهو فلا بد من الاستماع الى كلمتي صلى الله عليه وسلم عبد القادر عبد القادر والذي يقوم بمقام هذا البرنامج من الاوابيب اسمه الكريم ونائب الحميدي في هذه الكليه علي نائب الاداري. نعم الله حياته. هو فضيلة نائب الأمين الإداري. أدام الله حياته. أدام الله وبقاءه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو العليم المعلم الذي علم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وصلاة الله وسلامه على ذلك النبي المعظم الذي تورطه الله بنفسه أخرجه من قريش، ورجال قريش كثيرون، ولكنه اختار منهم أمينا صادقا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه عليك يا أكرم خلق الله. أنتهز هذه الفرصة الثمينة لتقديم أتم الشكر والتحية إلى الأساتذة الأجلاء اللي موجودين في هذه الجلسة في هذا المساء المبارك. فإن ظل جلوسهم هنا على شيء اليوم فإنما يدل على تكريم العلم وتشريفه وتشجيع الطلبة على الحصول على العلم المبارك. فبلسان الإدارة العليا لهذه الكلية أقول لجميع الأساتذة جزاكم الله خيرا وبارك الله في سعيكم أو في مساعيكم، قولوا آمين. فالموضوع الذي اختارته اللجنة الثقافية لهذه الكلية اليوم فإن الإدارة تراه موضوعا صالحا مناسبا لما يجري في العالم اليوم، ولا سيما بينكم أيها طلبة العلم، لأن أكثركم كما نحن يعني كما نرى منكم أو كما نلتمس منكم أن أكثركم قد صفحا عن تكريم العلماء وحرمتهم، فكأنكم ما ترى لتكريم العلماء وتبجيلهم أنتم ما ترى له أهمية. ولكن هذه الخطبة اليوم إن شاء الله يعيد إليكم ويبشركم بأهمية تبجيل العلماء وتوفيره. فإن الله سبحانه وتعالى قال لأمر المؤمنين بتكريم النبي صلى الله عليه وسلم بأيه يقول لنا وتعظموه وتبجلوه، أي أن تبجلوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكرموه، يعني تؤثروه، يعني أنتم لابد أن نكرم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المعلم الأول والأخير في هذه الصحابة. والصحابة نجد منهم من هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، كما نجد منهم أصحابه الذين يعني كانوا متساويين في السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قاموا بأهم التبجيل والتكريم والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من اليوم على الأساتذة، وأنتم تنظرون إلى الأساتذة كأنهم سواء معكم، مما يؤدي إلى عدم البركة الذي يظهر الآن في أوقات الطلبة. وهذه الخطوة اليوم مما نأمل
أنها إن شاء الله يباشر الطلبة ويهديكم إلى صراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد لنا علما وفهما وبركة لجاه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. أدام الله حياته تسأل كل أدام الله حياته. جزيت خيرا على هذه الكلمة التي أفدتنا بها. فإن شاء الله نستمع كلمة اللجنة الثقافية فالذي يقوم بهذا هو مربينا شيخنا الجليل شيخ الإسحاق بابا عريه. معالي نائب العميد الإداري الله حياته مدلة الأستاذ عبد الرفيع السليزو معالي محاسب الكلية معالي منسق قسم الدبلوم أستاذين المبعوثات الأزهر الشريف معالي اللجنة الثقافية وجميع الأساتذة والطلبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه من مظاهر القبطة والسرور ما تعاهده اللجنة الثقافية بهذه الكلية من تنظيم النشاطات المدرسية المختلفة التي تتجلى فيها المواهب والقدرات والاستعدادات التي ربما قد تكون مكنونة لشخصيات كل من الطلبة. فإن أهمية النشاط المدرسي تتجلى في إبراز هذه المواهب واكتشافها والأخذ بأيدي أصحابها من الطلبة إلى ما فيه الحسن والنجاح. فإذا كان موضوع نقاشنا في الأسبوع السابق يتمحور حول المستوى الطلابي بالنسبة إلى ما يواجه الطلبة من المشكلات، فإن موضوعنا اليوم كما أشار إليه فضيلة نائب العميد يتجلى في ماذا؟ في إدراك الأهمية لاحترام العلماء الذين ورثهم الله العلم، فهذا العلم هو قوام الإنسان. فالإنسان والحيوان ليس بينهما من فرق سوى هذا العلم الذي جعله الله هبة يتميز به المخلوقات أو يتميز به الإنسان من سائر المخلوقات. ويقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وإذا رفع الله من شأن الذين أوتوا العلم فما بالنا نحن الطلبة الذين نستفيد كنا نستفيد من العلم أو النار ولا ما بالنا
لا نعترف ولا نرفع قيمة هؤلاء العلماء. هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن الموضوع يأتي ثمنا الجواب الخطابي. فإن الخطابة التي اخترناها أن تكون مسلك نقاش اليوم فإنه من أجل ما يتربى عليه رجال الغد، فإنه كل واحد يستطيع أن يحاول وليس كل واحد يستطيع أن يخاطب. كل واحد يستطيع أن يواجه أخاه ويحاول معه يتحدثان معه، غير أنه ليس كل واحد يستطيع أن يقوم أمام الجمهور ويلقي خطابه إلا أمام التدريب والتمرين. فهذا التدريب والتمرين لا بد منه لإعداد الخطباء، لإعداد الرجال، لإعداد الذين يواجهون مشكلات المجتمع والذين يحددونها عن طريق العلم والثقافة والحضارة. فإن كان ذلك على شيء فإنما يدل على أن الخطابة نعم لها من الأهمية والقيمة، لذلك من الطلبة أن يتمرنوا على الخطابة وأن يدركوا محاسنها فيما يتعلق بحسن العرض واختيار الألفاظ الصلبة والعبارات الواضحة. فليس من شأن الخطابة أن تستعمل الألفاظ الضبابية، الألفاظ التي تحتاج فيها إلى اختيار المنتج أو المعجب، لأنك إذا تخاطب الناس لم تخاطب فئة من الناس، إنما تخاطب الجمهور، والجمهور يتمثل في الذين يتفاوتون في العلم والعقل والمعرفة والثقافة. لذلك كان من شأن وإلاك الخطيب الناجح أن يختار من الألفاظ الواضحة وأن يختار من العبارات الصلبة وأن يختار الأسلوب فيما يعرف أن يحسن الأرض، أن يحسن الأرض وأن يتحلى بالصوت المناسب الذي لا يماثل صوت الحمير. ولذلك سبحانه وتعالى ولا تجعل صلاتك ولا تخاف بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذه آداب الخطبة تسأل سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من بركات العلم والعلماء وأن يجعلكم ممن يرفعون شأن العلم ويرفعون شأن العلماء ويمثلون العلم والثقافة، وأن يجعلكم من رجال الغالي الذين يخاطبون الناس ويقابلوهم ويواجهوهم فيما يعود عليهم بالخير والسعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل أسمع وأكبر الله جزا الله بالسعادة من الخير لقلبته السعودية الحمد. فأجمت المستعلمين الجانبين نتعلم قول أمير الشعراء علي الصافي كل المعلم وسيلة مجيد، كل المعلم وسيلة مجيدة، هذا المعلم الأولى رسولة صديق الله نور ضرير الكرام إلى غيره من الدوائر. نعم لكل كل قصيدة الذي يكون أولا ليبرز علينا ما في رباعه وهو أحد من الزملاء مسؤول عبد الله يوسف الحريري أداه الله يا طب والمترجم
صالح محمد الجمعه يا ربي يا طيب عشرة أسبوك أسبوك فأغدعو عبد الفتاري عبد العزيزي على الأيتاء وترجمانه إبراهيم الشيخ مصطفى ويتفضل مشكورا لله صويا عني سرعان سرعان يسوفي أسعاده أسعاده فقد المفتدان يلهما من الصف الأول الثاني على عبد الكفاري مفتاح وسليمان عبد المؤمن صفي الثالث الإيجابي ومن الصف الثالث الإيجابي محمد الأول عبد الوهاب بالله بلغت من إنجازات الطلبة وجميع الزملاء السكينة إياك يا تشويش الآن ولا تضيعوا ألف قراءة الآن ندعو إليهما تدعوهم ثناء ثناء Oh my bro, they don't call me. You that much, you bit more juice than you die. That's what he said. Abdali, Nabi Rasulullah, Al-Hariri, wa mutarizimu. Barak al-Salih, al-Jum'ah, al-Salah. نعم الحمد لله قبل المجيش في البرنامج وقبل الاجتماع إلى إخوة المصطبع أولا نواجه من كل خطيب أن يتقيد بهذه اللوازم الذي تنظر إليها التي تنظر إليها لجنة الحكمين الحكمون هؤلاء الحكمون سيصرون للخطباء والمقدمين ما يلي للهيئة درجة وللفكرة والأسلوب درجة وللقواعد درجة وللإلقاء والأداء درجة وللجدة درجة لكل من هذه الأشياء درجة تخصها وعلى الخطباء والمترجمين أن يعيشوا أنفسهم بعبادة كاملة لأداء هذه الصلاة النبيلة أسأل الله لكم التوفيق والسداد الآن إلى الخطباء والمترجمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ati berkuwa, ni kita mati awal ini menjadi siapa? Untuk jono, anak jono, kepada ni kebawah. A'udzubillah minas syaitani wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Awal jokku, nabi isu. Eni eke, eni eko. Masa jono oba wani, oba jatiyahe, oba jatiyahe. Alhamdulillah, illa ikawawan ulama amin ibadih mu'mini. Apa di bola apa ya? Apa bola tu bangku? Apa tu bola bawa apa? Tu bola bawa ini bukan bola ye. Tu bola ni kita bersumbi. Kita bukan bawa tu. Ini bukan ye. Tu bukan ni. Ini bukan ala bola ni dah ibe. Inna Allah amin ibadil bola. Ini apa tu bayi jalan apa tu? Tuan jalan jalan apa? Ini orang tu jalan apa dia? Ini lawan apa? Ini lawan ni mana? Wassalam, wassalam. Ikele uto ni tamba tete, onele uto ni tamba tete, uwa juwa juwa ni anekwa mama. Wa ala alihi wa sahbihi kwa al-mahajiri. Kikele mwa
dúró yà nẹ́bí nìkan fún ọba wa ara ilé rẹ̀ fún ọba wa sọ̀hábà fún yẹ kí ni àwọn tó gbọ́dọ̀ bá ń dẹ́gun ìjà sí àmọ́ ìmọ́lẹ̀ fún ọba rú. Àmọ́ bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà náà. Báyọ̀ ìhọ́tẹ̀ ìsìlámù ọ̀dì máa. Dábàá ọmọ ìyá wa ń ìsìlámù. Wọ́n lọ́kọ̀ọ́ rẹ̀ àfọ́n ìsìlámù alámọ́kárí àkàlàkì máa dábàá bí ha. Ìsìlámù ta wà ní ẹ̀yìn ẹ̀sìn aláfíà bá ń ṣe yìí. Ó ṣe wá ní dúdú kò wà ní ọ̀wà abẹ́lé. Àwọn àtàgbà fi bọ̀ fún àgbà àgbà ìsìlámù yìí kọ́ wa. Ìsìlámù yìí kọ́ wa, òun náà ní pé kí ni o, ká máa bọ̀ fún àgbàlagbà, ká bọ̀ fún onímọ̀, ọjọ́ bá hàlùbá ká máa bọ̀ fún ẹ. Aláwọ̀ bàbá ọ̀dọ̀ ọ̀dà ọ̀là. Ọlọ́ba àníkẹ́ náà ni ó ń bá ọ̀sọ̀ náà wípé. Iná máa yà sàmọ́ àmì ìbá ìṣúná làmá. Ọlọ́run tó fi pọ́yìn ní ẹlẹ́ẹ̀bá jù, tó ń bèrè ní ẹlẹ́ẹ̀bá jù, ó lè là Ẹni tó fẹ́ wò wọlé oṣù tó ń yá ẹ́ta wá ń bẹ̀rù yìí. Wọ́n bá rẹ̀ lọ́wọ́ bí
الحمد لله الحمد لله يا
Kwa wani mapare
خلق الإنسان وعلمه من آيات الله بكاوي إذا تسلعي أبا إذا تسلعي أبا إذا تبقى ماسي أبا نرى أولا نقول وما أولا بوكوزينجي بربطا بوكوزينجي بربطا الله بلودا أولا نسك ما وقفوا وجعل الكراءة مكتبة الوالي لرسول صلى الله عليه وسلم نرى تولو فيما يبقى تسلع وما وسنطق تسلع جلع وما الله وما هي وما نحبو تكي كان لا يسي كتين كان وكاو تكي كان القرآن الكريم وتسنوا محمد أنا أقول لك 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 أنا أقول
بسم الله الرحمن الرحيم. أهو أنت أقول قولهم أبا دكاي أبا شاكيرو
الحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وعزر معه الكتاب والميزان. النبي محمد قد قد تنوني هنا ننتظر عليه وتكون بعد واجبه بس ما رأي نقوله جدي سبعة لا لبادي تبدي أشياء ما أسمعنا تبدي ليقوم الناس بالقسط لا تجدي أهواء ما أقوله ويتحقق العدل بين المخلوقين. أنا ذي دواجة يا ويا ما بارفا إما جبيب لاري كبوك جلو بادا دنجاي وجعل له الخلفاء يخلفونه. الله لا سيبو موفا وان نبي عوه بيسا بوكا عجو ما غولده واني باتا ما لوجه تسك ما غولده وان في أممهم علما وعملا. إنو أعوان جدوا يا نبي محمد سبا فيك على سيداهي أولي وما جاء أبدا كمان نميما في شيء ما شدواني تدوا في شيء على وزبين تتني ليكونوا قدوة للعاملين. لا جدا شوان جاء وقوة سيدا دانيو نمي أيضا وانبي ومنارا للسالكين. تدوا جاء سبا جاء ما تفوق تنتبا بيغي إلا نانا جو ما جاء تجو ما بيغينا وشهداء على العالمين. أنا أسمع رجالي لكي أبوا بالله وأولى من الخلفاء. أما ترى سبوا ما جاء لفاي سبوا ما جاء وليه هم العلماء أربابان الجو. أما نانا هو أبا قولي كريش أبا نبا أبا فيو تلالو أتنى فيو أبا نكري كري بي أما أبا ولا ما سوي أما أبا ولي لما تشعر يبقى ما بير ولا ما فاي الذين كسبوا العلم ابتغاء وجه ربهم. أما دي وقت يفيني ما هو أبي الشهر لا تبيه وجوه ريالهم وهو بأي أمة علما وعملهم وزيد وفي ربوبا وإزاد بلاي فكانوا هداة مهتدين. أولو ربنا أولو ناما تواجي ما فيها مانا دي وقيته لا يرى بالكيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا بقاش المريبي نلبسه، أني بقاش له، نقولاته، قبنا به، أشوف قبنا به. ثم جاء بعلم نلبسه، هو سبيا أستوى وعي، أستوى من أستوى، الله قولاته، وليا أستوى من أستوى بقول يوسف دارو الله بعيا كسر دناري. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خاتم النبيين وإمام المتقين. فليس بعده نبي. وإنما هم العملاء كالأنبياء في هداية العاملين. اتقوا الله تعالى واعلموا ان من اكبر نعمه عليكم. ان احفظ عليكم هذا الدين.
20 minutes.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا لي كما يقول ستوب. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. نعم، فقد أحسنتم في طرح هذا الموضوع اليوم، موضوع الخطابة، فهو موضوع هام وموضوع جليل. والله سبحانه وتعالى قد مدح صاحبه في كتابه العجيب، فقال الله عز وجل: ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والأسلوب استفهام، ولكنه يقرر ويؤكد أنه لا أحد أحسن وأفضل ممن دعا إلى الله، والدعوة إلى الله لا تكون إلا عن طريق الخطابة. ولكن هناك أمور حري على الخطيب أن يتحلى بها، فهو واجب عليه أن يكون واسع الصدر، سهل الخليقة، لين العريكة، لا تستفزه جهالة الجاهل، ولا تستخفه حماقة الأحمق، لا تأخذه أيضا في الحق لومة لائم، وأن يكون عمله موافقا لقوله، لأن الله سبحانه وتعالى يلوم الأمم السابقة التي يخالف فعلها قولها، فيقول عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واكتفي بهذا القدر لضيق الوقت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كلما يكفي قد حان الان وقت التحفيظ. واش لي بوزي توف لي سوكون لي با يو ستوب مي بين سورو. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرفنا بالاسلام وجعلنا من امه خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، احبتي في الله وبالله وعلى طريق الله، بدايه اذكركم ونفسي بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. فأقول أحبتي، لولا هؤلاء العقلاء، ولولا هؤلاء الفضلاء، ولولا هؤلاء الكرماء، ما كان هذا النبت الطيب. نعم والله، لولا أهل الفضل ما كان هذا الغرس، ولولا أهل العلم ما كان لهذا الثمر أن يقطف الآن. هذا ما أردت أن أقول، وأردت أن أذكر به نفسي وإياكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، وجزاكم الله خيرا. من يعد مايكي
الموت نسمع إلى أصوات أساتذتنا الأجلاء. ينتقل أعطني الميكروفون إليهم. فليتنا فسلمتنا فلا بد لكل احد منا بان نستعد اليوم سنواجه اهله التحديات قد كان حقا ان ليس كل يستطيع ان يكلم الجماعه وجها بوجه بل لا بد لك بان تستعد بنفسك لان المجال